النهاردة هنعمل شرح تفصيلي لمشروع سكاي سيتي أو مدينة السحاب. ده المشروع رقم 11 لمجموعة شركات بيراميدز العقارية، وطبعا كلنا عارفين أن شركة بيراميدز دلوقتي بقت من أكبر الشركات العقارية في حجم المبيعات في آخر 3 سنين. دلوقتي هنبدأ في المشروع ونشرحه بالكامل. دلوقتي احنا واقفين في نص الارض بالظبط، ده الفيو اللي هيبقى موجود من اي وحده من الدور الارضي. الجزء اللي قدامنا دوت ابتدى فيه العمل من دلوقتي، بيحصل تمهيد للجبل طبعا بالشراكه مع الهيئه الهندسيه، بحيث يبقى كل فيو البحر اللي احنا شايفينه قدامنا من جميع الوحدات اللي موجوده في المشروع في 247 فدان شايف البحر بالكامل. احنا دلوقتي واقفين في جزء في الارض والبحر كله بالكامل ظاهر قدامنا، وهيحصل تمهيد كامل للجبل ان البحر يبقى ظاهر كله. دي مجموعة كبيرة من العملاء اللي شرفتنا في أول يوم في افتتاح المشروع، طبعا المشروع عجبهم جدا. هنتنقل في حتة تانية علشان نجيب الأرض نفسها، بدايتها بادية ازاي وكل بيهات البحر فيها عاملة ازاي. الجزء اللي احنا واقفين فيه دلوقتي على ارتفاع 770 متر من سطح البحر، ودي اقرب منطقة لفيلات الجلالة المبنية بالكامل، واللي هنعمل فيديو تاني نروح لها ونبقى منصور جنبها. ده المكان بتاع التلفريك او المحطة المركزية ليه، دي ملاصقة لارض المشروع، وبعد كده هنعمل فيديو تاني هنكون اقرب ليه. دي بداية ارض المشروع وواخدة 247 فدان بالطول ده كامل لغاية اخر البحر، وزي ما قلنا الجزء اللي قدامنا ده هيتمهد بالكامل، يبقى جميع الوحدات شايفة البحر. احنا دلوقتي واقفين في نص الارض بالظبط، هنعمل فيديو دلوقتي يوضح لنا بقى السور بتاع الكومباوند بادئ منين وقربه من مدينه الجلاله نفسها، والفيوهات هتبقى شكلها عامله ازاي. هنتنقل لمكان تاني من الارض دلوقتي علشان نعمل فيديو يوضح كل الحاجات. الجزء اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده اول جزء في الارض في بدايه ال 247 فدان، وبنبين فيه ان قد ايه احنا ملاصقين لمدينه الجلاله للفيلات بتاعتها، ويمكن هنا السور بتاع المشروع ده بدايه الارض، وبعد كده بنكمل ال 247 فدان كلهم بوجهه كامله على البحر زي ما احنا شايفين كده. دي بداية الأرض وماشيين لغاية آخر البحر.